السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد حول لائحة المنتخب المغربي. مركز حراسة المرمى في شهر يونيو المقبل للمنتخب المغربي، احنا في 17 أبريل، ما بقاش بزاف أواخر ما يمكن تعرفوا اللائحة ديال المنتخب المغربي لشهر يونيو. بطبيعة الحال هيا بنا نتكلموا اللائحة بمركز حراسة المرمى للمنتخب المغربي بطبيعة الحال لائحة يونيو. نبداو بالحارس ديال فريق الرجاء البيضاوي أنس الزنيتي، حارس صراحة مجرب، كان شارك في كأس إفريقيا 2021 كان احتياطي، كنظن كان طلع مدرب واحد خالد وجيتش. عم نمشيو للحارس الاخر يوسف مطيع، حارس فريق الوداد البيضاوي، من الحراس الجيدين بطبيعه الحال فريق الوداد البيضاوي. الوداد كتمر بواحد الاوقات اللي هي صعيبه وصعيبه بزاف، اخر حاجه نهزموا مع الجيش اصابه. نمشيو للحارس العالمي ياسين بونو، حارس فريق الهلال السعودي، والهلال كتسنى معركه اليوم مع فريق العين الاماراتي. هادشي اللي كاين، شكرا لكم اخواني، والى اللقاء والى فيديوهات مقبله ان شاء الله. مع السلامه والى الملتقى.